بجدد التحيه بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بينضم لي في هذه اللحظات ضيفنا العزيز استاذ علاء عزت، طبعا الناقد الرياضي الكبير بالاهرام. استاذ علاء مساء الفل عليك. اهلا، مساء الخير يا امين، اخبارك ايه؟ طيب الحمد لله، والله كنت بخير الحمد لله. طبعا عندنا حاجات كتير قوي عايزين نتكلم فيها النهارده، بس خلينا نبتدي بلائحه النظام الاساسي من نادي الاهلي والمظهر الجميل جدا اللي ظهرت عليه الجمعيه العموميه اول امس. حابب تقول ايه؟ لا، حابب اقول ان دي مش حاجه جديده على النادي الاهلي، انتصار لاراده الجمعيه العموميه. قد ايه الناس كانت حريصه ان النادي الاهلي هو اللي يضع الدستور بنفسه، ما كانش عندي شك ابدا للحظه ان 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 ممكن اعضاء الجمعيه العموميه النادي الاهلي يخيبوا الامل، ما شكتش لحظه. كنت متاكد ان الجمعيه العموميه تكتمل وتكتمل بدري جدا جدا، زي يوم الانتخابات بالظبط، يعني زي ما الناس رهنت يوم الانتخابات على وعي اعضاء الجمعيه العموميه يوم الانتخابات، كنت متاكد ان نفس الوعي، لان الجمهور النادي الاهلي وخاصه لما بيشعروا بخطر شويه اكيد بييجوا. يعني ساعه الانتخابات اللي فاتت دي انا كنت موجود في اليوم ده، كان يوم تاريخي بجد يعني، لكن الجمعيه العموميه كان يوم احتفالي. الاعضاء حريصين جدا جدا ان هم يحافظوا على الكيان النادي الاهلي، مبادئ النادي الاهلي، صوابه النادي الاهلي. ما شاء الله جمعيه عموميه مرت بدون اي مشاكل على الاطلاق، ما شفناش اي شكوى، ما شفناش حتى احداث اللي هي المفروض اللي الطبيعيه جدا انها تحصل في اي جمعيه عموميه. لا، وكان زي ما احنا شايفين في الصوره كده عدد الحضور كان مميز جدا، كان والناس من بدري كانوا واقفين كمان على وحرصهم. وقد ايه الناس حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، ازاي اعضاء الجمعيه العموميه النادي الاهلي كانوا بيدعوا بعض، ازاي كانوا بيتفقوا مع بعض، ازاي كان عندهم رغبه ان هم يكونوا موجودين ويشاركوا. الناس بتخلد اللحظات دي. يعني انا لما اشوف ان واحد بيقول لك يعني اسعد لحظه في حياتي ان انا عشت وشفت ان انا بشارك دستور النادي الاهلي، دي كلمه مش سهله، مش طبعًا. اي حد يقولها. يعني اصل هي حاجه متكررش، ان حد يقول ان هو من اهم الحاجات في حياته انه يشارك دستور النادي الاهلي، لا، ده شيء يؤكد قد ايه حرص الناس على نجاح اليوم ده، قد ايه ان الناس دي النادي الاهلي بالنسبه لها كيان بجد، يعني او هو ده البيت بتاعها بجد، عشان كده تبقى حريصه على نجاح اي شيء بيهم النادي الاهلي او اي شيء في مصلحه النادي الاهلي. انا لما تابعت مواقع التواصل الاجتماعي قبليها بثلاث ايام كان عندي يقين ان الجمعيه العموميه تكتمل، ولو كان حتى الميعاد الساعه 5 مش الساعه 7 كنت عارف ان الجمعيه العموميه هتيجي بالشكل ده. الحمد لله. الحمد لله، هو يوم اكيد كان مميز جدا بالنسبه لكل اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي، واخيرا النادي الاهلي بقى عنده لائحه خاصه بيه. لكن خلينا نتكلم بقى في شيء اكثر اهميه في الفتره دي، خلاص مقبلين على مباراه مهمه جدا في ذهاب قبل نهائي دوري ابطال افريقيا امام فريق وفاق ستيف. المباراة شايف مدى صعوبتها ازاي، ومطلوب ايه من اللاعبين والجهاز الفني؟ صعوبتها بالنسبة لي انا ان احنا فجأة بقينا بنواجه فريق لقي نفسه قريب قوي من الحلم، فريق ابتدى دوري المجموعات بافتتاحية كارثية بالنسبة له لما يخسر من مازيمبي 4-1، تاني مباراة يتعادل او يخسر تاني مباراة، يعني يبتدي بعد جولتين رصيده صفر اخر المجموعة، كانت ظروف مشابهة للنادي الاهلي شوية. لا، يمكن النادي الاهلي بس كان افضل منه شوي، افضل حالا بعد التغيير ما حصل في النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل افضل رومنتادا تقريبا في تاريخ البطوله كلها، مش في تاريخ النادي الاهلي بس، يمكن لا، في تاريخ البطوله كلها ما فيش فرقه عملت الاربع انتصارات متتاليه. نفس الامر برضو للفريق وفاق الصيف، رجع بس رجع حتى ما كانش نتاجه مدويه زي النادي الاهلي، رجع بتعادلين وفوزين، يعني ست مباريات، اثنين هزيمه واثنين فوز اثنين تعادل، لكن النادي الاهلي كان هزيمه واحده وتعادل واحد واربع انتصارات، فالنادي الاهلي كان افضل. لكن وفاق الصيف الحلم بيكبر عندهم، بيكبر وده في حد ذاته دافع، ما كانش في حساباتهم طبعا. ولما تقرب قوي قوي قوي، يعني يمكن شويه هم قالوا خلاص الحلم ينتهي عند الوداد البيضاوي. الوداد البيضاوي افضل فنيا واكثر جماهيريا، ومباراه الذهاب في الجزائر ومباراه العوده في الضرب بيضاء، فبالتالي فرص الوداد افضل بكتير. وحتى لما كسبوا مباراه الذهاب 1-0 كان كل الناس شايفه ان الوداد قادر ان هو يعوض ويكسب 2 و3. لما عملوا ملحمه في ملعب محمد الخامس في الضرب البيضاء وتعادلوا، خلاص بقى هنا الحلم بقى بالنسبه لهم خلاص، يعني مش مجرد حلم، بهدف بيقاتلوا من اجله خلاص. يعني حتى اللغه هناك اختلفت، لغه الاداره، لغه اللاعبين كمان. يعني انا كنت بتابع لغه لاعبينهم او تصريحات لاعبينهم كلها تصريحات، يعني تصريحات اللي هي ايه المفترض او وجوبيه، لازم تقول كده في التصريح ده احنا هنقاتل، لكن دلوقتي لا، تصريحاتهم دلوقتي لا، تصريحاتهم مختلفه تماما. الاداره تصريحاتها مختلفه، الاعلام كمان هناك، يعني ساعه ماتش الوداد هم قال لك الدوله والصيف يد واحده، يعني الجزائر نفسها كانت كمان واقفه المحافظ والوالي ورئيس مجلس الوزراء هناك دعم الفرقه قبل ما تسافر، ووزير الشباب والرياضه،
فهم هناك خدوا العمليه حلم دوله، يعني خدوها حلم شعب وحلم دوله، وده كان عنوان استوقفنا له كتير جدا، ان هو يعني وفاق استيف حلم دوله. ده اكد لي يعني قد ايه المباراه دي بالنسبه لهم مش مجرد او البطوله بالنسبه لهم مش مجرد بطوله بيحطوها، لا ده تاريخ بالنسبه لهم. الانديه الجزائريه مش محظوظه في التاريخ البطوله دي، رغم ان الجزائر دوله كبيره جدا ومن الدول العظمى او القوى العظمى في افريقيا وفي شمال افريقيا، لكن هم في تاريخهم في البطوله دي قليل قوي مقارنه بالانديه التونسيه والانديه، طبعا الانديه المصريه طبعا المقام الاول، وبعد كده الانديه التونسيه. اخر بطوله افريقيه حققوها تقريبا في 2014 بالظبط، كان وفاق عن طريق وفاق الصيف 2014 ولعب الاهلي في السوبر بالظبط، لعب الاهلي في السوبر دي كانت اخر بطوله، وحتى كمان البطوله كمان كان فيها صدفه، يعني حتى وفاق الصيف لما فاز بطوله 2014 برده ما كانش مؤهل ما كانش مرشح، دايما الفريق ما يكونش يعني المفاجاه ان ما يكونش فريق مرشح، يعني وفاق الصيف احنا كلنا بنتابعه سنه 2014 عن بعد، ان احنا ما كانش فريق بطوله خالص يعني، لدرجه ان هم كان فريق مسار سخريه بلاده، يعني فريق لحد ما رجع بالكاس كان لحد قبلها بيوم كان مسار سخريه، يعني فريق لما بيقولوا عليه فريق الخرده ده فريق الخرده كان بيقولوا عليه فريق الخرده، وكان مسميين المدرب بتاعهم خير الدين مضوي اللي هو كان مدير السابق ده، كان مسمينه خير دينيو على يعني كلمه من خرده ومن رينيو، كان عاملين مصطلح خير دينيو، حتى قابلته انا قلت له ليه، قال لك دي سخريه، بيسخروا مني وبيسخروا من فرقتي ان احنا ما عندناش لعيبه كويسه احنا بنغامر بمجموعه شباب وكده، ففجاه قويه برضو الصحافه الجزائريه طبعا قويه عنيفه طبعا يعني انا حتى لما سالته عن فريق الخرده قال لي احنا لقبنا فريق الخرده، انا كنت مستحي اقول له انتوا اسمكم فريق الخرده، قال لي لا ده احنا اسمنا وانا اسمي خردينيو جاي برضو من الخرده وبتاع وكده، قال لك ان بيسخروا مننا بشكل كبير جدا، ما صدقوش غير لما رجعنا بالكاس، يمكن قال لك لينكن لحد ما شاف لعيبه وفاق الصيف بيرفعوا الكاس ما كانوش مصدقين ان فرقه وفاق الصيف ممكن تفوز بالبطوله، وراحوا كاس العالم وخدوا مركز خامس في كاس العالم 2014، دي كانت بدايه، لكن دايما وفاق الصيف الفريق اللي بيجي من بعيد زي ما بيقولوا، دايما الفريق ما يكونش مرشح بيجي من بعيد، وطبعا ان هو مثلا يبتدي بالخساره امام مازيمبا 4-1 دي خلتهم بالنسبه لهم البطوله انتهت قبل ان تبدا، لكن هو فجاه وصل بيهم مرحله ضد قبل النهائي، ومره ثانيه بيقابل النادي الاهلي في نصف النهائي بعد سنه 88، هم عندهم تفاؤل كبير جدا بذكريات الماضي زي ما كنا طبعا انتم بتتكلموا عنها بقالكم فتره، بتتكلموا على مواجهات تاريخ مواجهات الناديين، هم النهارده بيقولوا ان احنا نفسنا وفاق الصيف ده نفسه اطاح بكارترون لما كان مدير فني لفريق مازيمبي سنه 2014 دور قبل النهائي برضه نصف النهائي، كان هو مدير فني مازيمبي ونادي وفاق الصيف اطاح بيه، فهم متفائلين قوي بالموضوع ده، والحلم بيكبر زي ما الحلم يعني هم بالنسبه لهم بطوله امريكا ده حلم كبير جدا، لكن بالنسبه للنادي الاهلي بقى هدف، هو هدف اساسي بالنسبه للنادي الاهلي هدف يعني دوري ابطال افريقيا لكل انديه افريقيا حلم، بالنسبه للنادي الاهلي غايه او وسيله لغايه اكبر اللي هي كاس العالم. يعني دايما النادي الاهلي بيبص لدوري ابطال افريقيا ان دي البوابه اللي انت لازم تاخدها عشان تروح كاس العالم بالظبط، لكن ما بقتش هي الغايه، بقت وسيله بس وسيله مهمه ووسيله كبيره. طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز احمد كوان رئيس قناه النادي الاهلي اللي موجود في مقر النادي الاهلي بالجزيره بيتابع تدريبات الفريق النهارده. يا احمد مساء الفل عليك. مساء السعادة عليك أمير، ومساء السعادة على أستاذنا الأستاذ علاء عزت وكل مشاهدي شاشة النادي الأهلي في كل مكان. طمنا يا أحمد على استعدادات فريق النادي الأهلي للمباراة بعد غد إن شاء الله أمام فريق وفاق ستيف، أكيد استعدادات قوية، قول لنا المران النهارده كان عبارة عن إيه؟ خلينا نبدأ معاك في البداية كالعادة، أنت فاهم قبل أي تدريب النادي الأهلي بيسبقه اجتماع خاص بالإدارة الفنية باللاعبين من أجل يعني حس اللاعبين على دورهم الكبير والثقه الكبيره اللي وصلت النادي الاهلي، وبقى ضغط في جماهير يا امير ان الفتره اللي فاتت الاهلي بقى يلعب نتيجه واداء، فخلاص بقى مطالب منه ان كل مباراه ينزل يشارك بشكل مش على بس على النتيجه لا كمان على الاداء، ان الجمهور خلاص بقى منتظر منك كل مره انك تكسب 4. بس في المرحله دي احنا عايزين نتيجه اهم حاجه يا احمد طبعا. بالتاكيد خلينا نروح معاك للتمرين، بدا مرام خفيف جدا من اللعيبه الاساسيين طبعا والمقيدين اخلاقيا، ومعاك كام فصل التمرين لجوتين، بدا تمرين تخصصي للعيبه اللي هتشارك المقيدين بشكل رسمي في القائمه الاخلاقيه، وبعض اللاعبين الاخرين تمرينات نوعيه خفيفه تنزل على المباراه على المرمى كروسات عرضيه، لكن خلينا نبدا معاك على اللاعبين طبعا حابين نطمن عليهم اصابات الاصابات، طمني على الاصابات اهم شيء عندنا في ميدو جابر سعد سمير عمرو سوليه في اكتر من لاعب مصاب، قول لنا حالات المصابين ومين اقرب يا احمد ان هو يشارك في المباراه ان شاء الله. بالتاكيد يا امير عندنا جمله اصابات يعني في الاهلي بيواجه في الفترات الاخيره شاكك في هذه النقطه بالتاكيد، لكن هي قدر هبدا معاك من سعد سمير قبل بدايه المباراه كان
قبل سوري قبل بداية التمرين كان متواجد في الملعب بشكل جزئي، كان بيتمرن تمرين خفيف عشان بيستكمل العلاج الخاص بيه، بعد اثناء التدريب الرئيسي نزل يساعد يستكمل برضه تدريبه بجري خفيف حوالين الملعب، لكن اظن ان سعد سمير معاه اسبوع ويبدا يشارك بره المباراه خلاص. بره بالنسبه لعمرو السليه برضه نزل النهارده كان ليه ظهور في التمرين الرئيسي ولكن مش بشكل رسمي، كان برضه منفصل امير في راح الملعب بشكل خفيف، بعد كده كان في بعض التدريبات اللي هي الخاصه بالتقويات كانت مرتبطه بيه مع الجهاز الطبي. برضه هكلمك عن نجيب رابع جلساته اليوم، كان اهمها توقيت على رجل الشمال اللي اصيب فيها في مباراه حريه كوناكري هناك، دخل بعدها في جلسه حمام السباحه معاه ثلاث اسابيع ويبدا يشارك بشكل جزئي، ثم بعد كده يبدا يشارك بشكل رسمي في التدريب والمران الرئيسي. ميدو جابر شارك برضه بس على استحياء بشكل خفيف، برضه امير لسه برضه اعتقد هيكون مش بعيد عن خطوطه، ما شاركش خالص في التدريبات في اي فقره من التدريبات. نعم ما شاركش، لا كلهم امير موجودين ولكن بيتمرن بشكل منفصل. انت هو كان بيقول ان ميدو اقرب شويه. لكن لسه لحد يعني طبعا برضو بعد التمرين اللي التمرين اللي شغال امير ممكن بشكل نهائي علينا في القايمه، اكيد طبعا في مدربات مع الزملاء، لكن لحد الان انا شايف ان ميدو بعيد ان هو يشارك في مباراه القادمه. اما بالنسبه لاندريه كان في ظهور النهارده جديد، ده كان مفاجئ بالنسبه لنا، ايه بدا يكون موجود بحنان لو شفت خلاص خرج بقى من حالته في تحسن مستمر. الحمد لله بدا يظهر النهارده، اتمرن تمرينات مفصله وجزئيه خاصه بيه، لكن طبعا احنا سعداء، لكن هو معاه لسه وقت برضه غير عشان نكون صراحة. طبعا التدريب لسه شغال، بعض التدريبات طبعا مش هنتكلم عليها عشان المنافس، تدريبات متخصصه خاصه بيه اللعيبه ان شاء الله. طب كلمني يا احمد عن الحاله المعنويه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي وهم خلاص مقبلين على مباراه مصيريه في بطوله دوري ابطال افريقيا. بالتاكيد عاوز اروح معاك، الحاله المعنويه زادت قوي بوجود الكابتن الخطيب متواجد النهارده. متواجد لمتابعه التمرين قبل الاخير ومتابع التمرين من خارج الخطوط، وكان عاوز اقول لك ان اللعيبه كمان جديه كبيره جدا، وانا شايف قدام عيني تنافس شرس يعني اللعيبه بينهم وبين بعض مباراه كبيره جدا داخل التمرين، بيلعبوا جديه جدا كل التعليمات اللي بيقدمها مثل الكنترول ومساعديه، عاوز اقول لك كل الحماس كل التركيز والثقه باين قوي على شكل لعيب. تمام احمد خط قطع يا جماعه. طيب الخط قطع مع احمد كوهان مرئيس قناه النادي الاهلي، يعني اعتقد استاذ علاء طمنا بشكل كبير جدا على الفريق، لكن الاصابات هي اللي واضح ان الاصابات النادي للاسف السليه وميدو جابر وسعد سمير مش هيلحقوا المباراه، هي انها تبقى نفس قائمه النجم الساحلي. النجم اللبناني، يعني كنا نامل ان حد يدعم الفرقه ثاني، لكن الاهلي بمن حضر وما بقتش جمله خلاص، ما بقتش شعار خلاص. النادي الاهلي اكتر من 100 مره برهن ان كلمه وجمله من حضر دي، الاهلي بمن حضر دي بقت حقيقه واقعه. احنا شفنا الاهلي بيغيب اجاي، احنا زمان كنا ممكن لو في ظروف طبيعيه او في ظروف عاديه جدا رجعنا سنين ورا، كنا ممكن دلوقتي اصابه واحد زي ميدو جابر او عمرو السوليه او سعد سمير كانت تبقى حديث الصباح والمساء يعني في وسائل الاعلام، وكان يبقى في انزعاج وبتاع. لكن شوف انت بتتكلم مثلا عن غياب خمس لاعبين مثلا اجايه، لكن ما تحسش ان في مشكله. دي ميزه بصراحه عملها مستر باتريس كاشديرو. دي النقطه اللي انا يعني الموضوع ده احنا كنا بنعاني منه الفتره اللي فاتت، بالتحديد الموسم اللي فات لما بيغيب لاعب مؤثر في الفرقه ما كانش بيبقى فيه البديل المطلوب بشكل. شوف بص يا امير، انا كنت مع الاهلي في غينيا ولما نزلت الامطار بالشكل الرهيب اللي هو في التمرين الاخير، مباراه حريه كوناكري المباراه الاخيره حريه كوناكري في التدريب الاخير نزلت الامطار بشكل فظيع، سيول واللعيبه كانت بتشتكي في ارضيه الملعب. فانا اقتربت من مستر كرتون عشان اعرف هل هو عنده شكوى. الراجل ما بيشتكيش خالص يعني، الراجل ما عندوش حته الشكوى اللي هو تصدير الازمه مبكرا. يعني دايما في مدربين وفي كتير جدا من المدربين دايما بيحاولوا يوحولك انت بالصعوبات قبل المباراه ما تلعب عشان انت نفسك تكون كعلامه تلتمس له العذر لما يخسر. لكن الراجل ده انا عمره ما شفته بيشتكي ولا من درجه الحراره هناك، ولا تصريح ليه انه يشتكي من ده. حتى في المؤتمر الصحفي قبل المباراه ما اشتكاش من درجه الحراره، ما اشتكاش من سوء ارضيه الملعب، ما اشتكاش من المناخ ولا من غيابات لعيبته. الراجل دايما بيتكلم على الظروف المتاحه ليه وبيتكلم بواقعيه على المكان المتاح ليه، وده بيدي ثقه كبيره جدا للاعبين البدلاء كمان. هم يعني اللاعبين اللي بيكونوا متواجدين كبديل للاساسيين اكيد مثلا. اكيد وده لما يلاقي المدرب مش بيشتكي دايما
من اصابات وكان من ده لا هيحس بثقته في نفسه فهيأدي. ليه المدرب اللي بيشتكي من ظروف بيدي للاعب مبرر وعذر للاخفاق بالظبط. وعشان كده انا كنت سعيد جدا ان الاهلي اتعاقد مع كارترون، لان كارترون جاي من ادغال افريقيا، جاي من مازيمبي، يعني مدير خاض التجربه الافريقيه، خاض تجربه يعني شرسه جدا، لعب في كل الملاعب الصعبه دي، عشان كده الراجل بالنسبه له اجواء افريقيا عاديه جدا. لكن انا في مدربين اجانب في النادي الاهلي انا عصرتهم وسافرت معاهم، بمجرد بس ما بيعرفوا مجرد بس مركبوا الطياره ويعرفوا ان مده الرحله 7 ساعات او 8 ساعات، شوف كم الانزعاج اللي بيحصل لهم، كم بالانزعاج، وتلاقيه من اول رحله متوتر لمجرد بس عارف ان الرحله تاخد 6 ساعات، او عشان الاهلي يوصل مثلا اي دوله في افريقيا هياخد 6 ساعات وترانزيت، وتلاقيه طول الرحله بيشتكي من الظروف ودايما متوتر ومنزعج عشان تصريحاته كلها في الاتجاه. لكن الراجل ده بصراحه بسبب بجه انا ما شفتوش ولا مره عذر، حتى ما الاهلي بيجيب نتيجه سلبيه ما بشوفوش عذر يعني، ولا بيتكلم على ارضيه ملعب، ولا الراجل واقعي جدا. عشان كده انا من بدايه لما الاهلي اختار كارترون انا قلت ده اختيار موفق جدا جدا للنادي الاهلي، لان دايما لما تحب تجيب مدير فني ويكون واقعي لازم يكون عاش نفس التجربه، وده عاشها في ظروف اصعب. الميزه اللي عند مستر بيترس طبعا. بالظبط. طيب عايز اتكلم على العناصر اللي ممكن ترجح كفه النادي الاهلي في المباراه دي من وجهه نظرك يا استاذ علاء. الجماعيه، النادي الاهلي الجماعيه النادي الاهلي رجع لفتره، يعني في فتره كتير جدا الاهلي كله نجوم، لكن وفي عز النجوم دي كلها موجوده كان الاهلي بيفوز بلعب جماعي، يعني حتى الفتره الذهبيه اللي وجيل ابو بركات وابو تريكه كان صعب جدا تقول مين الافضل. دي نفس الفتره دلوقتي النادي الاهلي هو فريق الفريق النجم الواحد او فريق الجماعي، عشان كده ما بتشوفش كلمه نجم مباراه دي كتير قوي في النادي الاهلي دلوقتي، يعني دلوقتي ممكن تشيل باداء اكتر من لاعب في اكتر من مركز، ما فيش دلوقتي النجم الواحد، يمكن شويه في عناصر خبره موجوده في النادي الاهلي. انا عايز اتكلم عن وليد سليمان بصراحه. وليد انا عارف ان انت قريب منه كمان. وليد بصراحه لعيب بادي الموسم بشكل اكثر من رائع، يمكن السنه اللي فاتت واللي قبلها ممكن البعض كان بينتقده شويه، لكن السنه دي بادي الموسم بشكل جيد جدا. بص يا امير انا هكون صريح معاك، وليد سليمان ضحيه السوشيال ميديا. وليد سليمان مش هو اللاعب الكاريزما. مش ده اللاعب اللي هو الجمهور بيدور عليه. يعني هو اتظلم كتير جدا الفتره اللي فاتت، اللي كان فيه وجود نجوم كاريزما في النادي الاهلي، يعني كان فيه حسام غالي نجم السوشيال ميديا مهم جدا، عبد الله السعيد، عماد متعب، كان فيه نجوم كتيره جدا. مهما وليد سليمان كان عمل في الملعب او مهما كان له دور ايجابي جدا في فوز النادي الاهلي، ممكن وليد سليمان السوشيال ميديا تحتفي بيه اثناء المباراه وبعد المباراه لمده ساعه، لكن بعد كده خلاص بتنساه. مش هو ده، مش ده الحاله، او مش ده النجم اللي تلاقيه موجود متصدر السوشيال ميديا على مدار الوقت يعني او طول الوقت. لا، ده النجم اللي هو الجمهور بيحتفي بيه ويمجده اللي هي الساعات بعد الانتصار، يعني زي ما شفنا مثلا بعد ماتش النجم اللبناني الناس تطلع تحتفل بوليد سليمان، ماتش حريه كوناكري الناس تطلع تتكلم على وليد سليمان. لكن مش هو الحاله اللي هو المستمره، مش هو ده اللي عنده جماهيريه السوشيال ميديا اللي دافع عنه على طول عمال على بطال، او موجود في السوشيال ميديا ليل ونهار، مجرد ما تفتح اي موقع تلاقي وليد سليمان. لا، ده مش موجود عند وليد سليمان. هو مظلوم جدا في السوشيال ميديا، ظلمه جدا واعلاميا طبعا مظلوم، هو كان بيشعر بشيء من الموضوع ده. لكن وليد دلوقتي اعتقد ان يمكن، مش عايز اقول القدر ساعده او الظروف خدمت وليد دلوقتي ان هو يظهر في هذا التوقيت انه يكون نجم الشباك الاول، يعني طبعا موجود في نجوم كبيره جدا في النادي الاهلي، لكن روح وليد سليمان وادائه القتالي في الملعب وارضيه الملعب دي بتخليه شويه مميز عن باقي اللعيبه، يعني معاه احمد فتحي يمكن اكتر اثنين الناس في النادي الاهلي بيرسخوا لروح الفينه الحمراء دلوقتي بقت موجوده في احمد فتحي وليد سليمان تحديدا، عشان كده ليهم مكانه خاصه عند الجمهور، يعني دايما الناس لما بتشوف احمد فتحي وهو بيقاطر على كل كوره، ودي كانت واحده من ضمن اهم اسباب نجوميه حسام غالي، الروح القتاليه اللي عنده في الملعب دي هي اللي عملت له الشعبيه الجارفه دي، دلوقتي موجوده دلوقتي عند احمد فتحي، طبعا موجود عند احمد فتحي من زمان، لكن وليد كمان ابتدت الناس تبص له ان هو ده اللي بيقاتل من اجل النادي الاهلي، اللي هو مثلا بيبقوا عارفين انه عنده اصابه لكن يلاقوه موجود، حتى لو مش هيبتدي اساسي ممكن يشارك في مباراه ويصنع فارق، وبيبقى ليه دور كبير جدا فاعتقد ان الظروف خدمته شويه الفتره دي، احداث مباريات كبيره، بطولات كتيره، كمان بيلعب كمان اساسي طبعا. والفتره اللي فاتت كان دايما وليد هو التغيير الاول في النادي الاهلي بغض النظر عن النتيجه وبغض النظر، لكن دلوقتي وجوده وهو كمان هو حاسس بدي قوي، هو حاسس قوي 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 دلوقتي ان هو مظلوم شويه، لا حاسس انه ان عليه عبء او طبعا. او ان هو
الجمهور محمله مسؤوليه ان الفرقه تبقى كويسه او ان النادي الاهلي يحقق بطوله، وده شيء ايجابي جدا. طيب خلينا نروح بسرعه للجزائر وناخد مداخله هاتفيه هامه جدا مع الاعلاميه ليلى بن فرحات مقدمه البرامج في التلفزيون الجزائريه. استاذه ليلى مساء الفل عليكي وتحياتي ليكي. مساء الخير زميلي امير، ومساء الخير لكل الجمهور المصري العريض اكيد المتابع لقناه الاهلي او حتى المتابع لكل اخبار النادي الاهلي المصري وكل الانديه المصريه التي تشارك في مختلف اكيد المنافسات القاريه والاقليميه. طيب اكيد طبعا بنرحب بيكي، لكن عايزين نتكلم في البدايه عن يعني كيف يتناول الاعلام الجزائري مباراه الاهلي ووفاق سطيف، هذه المباراه الهامه في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا. اكيد طبعا وفاق سطيف، لما نتحدث اخي امير على وفاق سطيف، وفاق سطيف هو اكتسب مع مرور الوقت تلك الكاريزما الافريقيه، تلك البنيه الافريقيه بحكم انه متوج بلقب 2014، يعني هو من اصحاب اللقب الافريقي، يعني ارقى واثمن منافسه افريقيه قاريه هكذا. اليوم وفاق سطيف هو فيما يخص ترتيبه في الدوري الجزائري هو ترتيب مهم، يعني هو مركز خامس اوكي، لكن منقوص من عده مباريات يعني متاخره بحكم المشاركات الافريقيه. اليوم ايضا وفاق سطيف الاعلام الرياضي الجزائري بصفه خاصه يعطيه ويوليه اهميه كبيره جدا لسبب واحد، ان بدايه بلغ الدور نصف النهائي، يعني الشهيه تاتي مع الاكل هكذا. أكيد. ثانيا بحكم انه اقصى البلاد البيضاوي هكذا بطل البطوله اليوم فعلا حامل اللقب الموسم الماضي، يعني كل هذه المعطيات توحي بنتائج طيبه جدا في الافق، واليوم المباراه التي سيقوم بها الوفاق وفاق سطيف ممثل الجزائر في هذه المنافسه الثمينه سيواجه عملاق اخر من عمالقه كره القدم المصريه، يعني تاريخه يتحدث عنه ليس نحن من نتحدث عنه، وبالتالي فهي مباراه كبيره جدا سواء في ذهابها او في ايابها، يعني تحمله او تحمل كثير من المعاني، هذه اولا. ثانيا حتى العلاقه، والله صدقني يعني امير العلاقه طيبه جدا، الكل يتحدث عن هذا الفريق المصري بطريقه رائعه جدا، يعطيه قيمته الحقيقيه سواء كانت الكرويه وحتى على المستوى، يعني لانه يمتلك ربما قلت هو الاخر كاريزما افريقيه على غرار سقف ويمتلك سجل ثري جدا. طيب الجمهور الجزائري وبتحديد جمهور فريق وفاق سطيف، هل شايف ان فرصه اصبحت اكبر دلوقتي لتحقيق هذا اللقب، وخصوصا ان هم تخطوا زي ما حضرتك قلت كده فريق الوداد، لكن في المقابل هيقابلوا فريق قوي جدا وهو النادي الاهلي اللي عنده خبرات افريقيه كبيره جدا، هل هم خلاص شايفين فرص فريق وفاق سطيف كبيره في تحقيق اللقب ده؟ لا، يعني لو نتحدث عن الاهلي المصري اكيد انه الجمهور الرياضي الجزائري والشارع الجزائري يعي جيدا كبر المسؤوليه ويعي جيدا صعوبه المهمه التي تنتظر وفاق سطيف، لانه لو نعود نوعا ما الى الوراء نشاهد ونقيم نوعا ما مشوار وفاق سطيف في بدايه تصفيات او دور المجموعات بالنسبه لهذه المنافسه القاريه بالضبط الافريقيه، البدايه كانت محتشمه نوعا ما امام الدفاع الجليدي وحتى قبلها يعني امام بيتي مازامبي وحتى مولوديه الجزائر، كان يعني بداية محتشمة، حتى يعني في البداية كان كنا نتوقع منه ربما الخروج المبكر من هذه المنافسة القارية أوكي. يعني البداية لم تكن موفقة كثيرا ولم تعطي ذلك، مش بداية ما كانتش قوية بالنسبة لفريق فاق سطيف فعلا 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 فعلا، لكن ربما منعرج المنافسة منعرج المشاركة ومنعرج ربما التفكير في إلى أين أو أين سيصل فاق سطيف هو اللقاء الأخير الذي كان أمام الوداد البيضاوي، يعني أنك تقفي حامل اللقب في حد ذاته يعطيك تلك الشهية، يعطيك ذلك ربما الطموح في مواصلة المشوار، وبالتالي لا يمكن أن ننكر ما قام أو الأداء الذي قدمه اللاعبين على غرار حارس مرمى يعني زغبة الذي أدى مباراة بصراحة عمل مباراة رائعة جدا أمام فريق الوداد بصراحة فعلا فعلا، وحتى أيضا ربما ما يختلف اليوم، يعني حتى راح نعطيك أو نقول لك ربما أمور جديدة يعني في شخص ربما قبل الانتدابات ربما قبل الميركاتو الصيفي كان وفاق سطيف بوجه اخر، لكن التغييرات التي اجراها المدرب رشيد الطوسي والانتدابات التي قام بها رئيس الفريق حسن حمار يعني كانت انتدابات نوعيه اعطت تلك الدفع الايجابي والمعنوي والبسيكولوجي والوثبه البسيكولوجيه لفريق وفاق سطيف، يعني خول له اليوم ان يلعب
ربما براحة كبيرة خاصة بعد فوز قلت لك وتأهل الذي حققه على حساب الوداد البيضي. هذا لا يعني أننا نقلل من قيمة الأهلي المصري الذي لديه هو الآخر كل الإمكانيات وكل الفرص ولديه. ولا يمكن أن ننسى أيضا أن البداية والشوط الأول يلعب على أرضه وبميدانه، وبالتالي كل شيء ممكن في كرة القدم. هذا يؤكد أنه لا يجب أن يدخل أي فريق من الفريقين سواء الوفاق الفخصيف أو حتى الأهلي المصري، لا يمكن أن يدخل في عامل السهولة، لأن كل فريق لديه ربما ميكانيزمات خاصة به ولديه ربما معطيات خاصة سيخرج أوراقه في الوقت المناسب. طيب أنا عايز أستغل تواجد حضرتك معايا وعايز أخد رسالة للجمهور المصري وجمهور النادي الأهلي، وأيضا رسالة للجمهور الجزائري وجمهور فريق وفاق سطيف قبل هذه المباراة الهامة جدا. والله الرسالة يعني قلتها سابقا وسابقا وقلتها اليوم وسأقولها أيضا غدا، كرة القدم نعرف جيدا أن الرياضة تصلح ما تفسده السياسة، هكذا يقال ذلك بالضبط. لكن كان العكس في حالة المنتخبين لأنه ربما البلدين شقيقين. واليوم أريد أن أقولها أن كرة القدم وشرط كرة القدم، واليوم فهم الشعبين وفهم أنصار الفريقين وأنصار المنتخبين وكل الأنصار أنصار كرة القدم الجزائرية وأيضا كرة القدم المصرية فهموا جيدا أن العلاقة أكبر من أن تكون ربما فقط مجرد نزوة في كرة القدم أو نزوة مناصر. يعني اليوم مثلا الأهلي المصري أو منتخب مصر لما كان في كأس العالم أول المشجعين المنتخب المصري أكيد هم الأنصار الجزائريين، هكذا يعني اليوم كرة القدم نريدها أن تجمع بين أو تجمع بين المنتخبات والشعوب وأن توحد لا أن تفرق. واليوم أعرف جيدا ما يقوله اليوم أنصار الوفاق الطائفي وحتى أنصار الأنصار الجزائريين، هم يعطون الأهلي المصري كل قيمته ويتحدثون عنه صدقني والله العظيم بكل خير، ويتمنون أن يصل فريق أكيد عربي أن يتوج في هذه العريقة. طيب أخيرا توقعاتك بقى المباراة إيه؟ صعب جدا أن أتوقع، أكيد يعني أتمنى هو الأحسن سيفوز، أكيد الأحسن فوق أكيد. الميدان والأحسن تموقع فوق الميدان، لكن أكيد أن أتمنى أن يوفق الفريق سطيف ويعيد وإحنا بنتمنى الأهلي هو اللي يكون موفق بصراحة. أكيد والله العظيم يعني الأحسن فوق الميدان سيفوز والله صدقني. إن شاء الله بإذن الله. أستاذة ليلى بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة والهامة جدا. طبعا كان معنا الإعلامية ليلى بن فرحات مقدمة البرامج في التلفزيون الجزائري، وكلمتنا عن الأجواء هناك في الجزائر قبل هذه المباراة، مباراة الأهلي وفاق سطيف. لسه مكملين طبعا مع استاذ علاء، وكنا بنتكلم عن وليد سليمان وتألقه مع النادي الأهلي الفترة اللي فاتت دي، وهو حاسس ان هو قائد الفريق في المرحلة دي مع بجانب طبعا اللاعبين الكبار سواء حسام عاشور وشريف إكرامي وبقية اللاعبين. لكن بشكل عام على فكرة وليد وحسام عاشور كانوا من ضمن 7 لعبوا وفاق سطيف سنة 2015 يعني قائمة الأهلي موجودة دلوقتي في 7 لعيبة منهم راحوا الجزائر سنة 2015 كان شريف إكرامي كان في فبراير. كان شريف إكرامي وكان سعد سمير ومحمد نجيب وصقر رحيل ووليد سليمان وحسام عاشور، دول كانوا 7 اللي كانوا موجودين مع النادي الاهلي وقتها. فيعني كويس ان في منهم 5 على الاقل موجودين دلوقتي. الخبرات بتبقى مهمه طبعا مهمه في مرحله يكون كمان زي دي لما تروح تلعب مباراه العوده هناك تاني مع نفس الفريق وفي نفس الاجواء، خلاص انت بقى خدت صدمه او خدت زي ما بيقولوا الخضه دي ختمت قبل كده، زي ما كنت طعمت ضد حاجه ضد مرض قبل كده، فبالنسبه لك خلاص انت دلوقتي لعيبه النادي الاهلي لما يكون 7 منهم قبل كده راحوا لعبوا في نفس الملعب ونفس الاجواء وقدام نفس الفريق، خلاص بينقلوا بقى خبراتهم لزمايلهم. ودي شفناها مع النادي الاهلي ما شاء الله، حتى اللعيبه الصغيرين اللي انضموا للنادي الاهلي حديثا استوعبوا الامور دي بسرعه، ابتدوا يندمجوا بسرعه جدا مع الاجواء الافريقيه، شفناهم ازاي بيلعبوا في بطوله عربيه وبطوله افريقيه، ازاي بيغيروا الاجنده بسرعه، تفكيرهم طموحاتهم تتغير، فجاه يكونوا بيلعبوا بطوله محليه بعد كده فجاه بطوله افريقيه وبعد كده بطوله عربيه وبيكسبوا في 3، ده ما شاء الله عليهم، دي خبرات كبيره جدا بيكتسبوها لعيبه النادي الاهلي بسرعه شديده جدا. طيب قبل ما اروح اشوف ردود افعال الجماهير معانا على صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، عايز اسالك عن كابتن محمود الخطيب واهميه زيارته للفريق النهارده، زي ما قال لنا احمد كوان كده مراسل قناه النادي الاهلي وزميلنا ان هو كان متواجد مع الفريق في الملعب النهارده، واكيد ده شيء بيكون تحفيزي بالنسبه للفريق. لا هو بيقول
اللي بيقول للعيبه ان الاداره كلها معاكم، ان 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 النادي الاهلي كله معاكم، لان هو الكابتن الخطيب بيمثل النادي الاهلي مش بيمثل نفسه كرمز كبير للكره المصريه او اسطوره للنادي الاهلي، هو بيمثل كيان النادي الاهلي كله، فهو بيوصل رساله للعيبه النادي الاهلي بيقول لهم النادي كله معاكم، النادي ممثلا فيه انا بنقدم لكم كل الدعم المادي والمعنوي. ما شاء الله النادي كمان ما بتاخرش، يمكن شويه، يمكن لو كنت بس رصدوا رد فعل الايجابي لعيبه النادي الاهلي لما راحوا بطياره خاصه غينيا، قد ايه لعيبه النادي كانوا ممتنين جدا لاداره النادي. تمام. لما أكيد. كمان لما سمعوا كمان ان الرحله العاديه هتوصل بعد وصولهم بثمان ساعات، وكانت طلعت قبل رحله الاهلي بثمان ساعات، يعني 16 ساعه فرق، لما عرفوا ان لسه الطياره هتيجي بعد ثمان ساعات اللي هي اتحركت من اديس ابابا كانت قبلها، قد ايه لعيبه الاهلي كانوا ممتنين للاداره، كانوا بيشكروا السيد عمر فاروق رئيس البعثه، كانوا بيشكروه جدا على، يمكن كانوا حريصين ان هم بيوصلوا الشكر عن طريق السيد عمر فاروق لاداره النادي الاهلي. لا، دي التحفيز، رساله زياره تحفيزيه، رساله مهمه جدا. الكابتن الخطيب بيقول لهم مش لوحديكم، احنا كلنا معاكم، وان شاء الله باذن الله يكون الجمهور معاهم ان شاء الله المره الجايه. ولعيبه النادي الاهلي الحاجات زي دي بترفع الروح المعنويه، لكن لعيبه النادي الاهلي اكيد مدركين خلاص باهميه المرحله. أكيد المرحله بالزبط. طيب نروح نشوف ردود افعال جمهور النادي الاهلي على مواقع او على صفحات القناه الرسميه على السوشيال ميديا. خلينا نبتدي بفيسبوك. ملك ميدو قال طبعا السؤال في البدايه كان ايه الهتاف اللي هتشجع بيه النادي الاهلي في مباراه توفاق ستيف في يوم الثلاث. ملك ميدو قال العب على البطوله بروح الابطال، العب برجوله، متعه الكوره، افريقيا الكبار وانت الاسطوره، هتاف شهير. طبعا حسن عبد الجياد قال الاهلي فوق الجميع. احمد نصار قال جمهوره ده حماه الحلوه والمره معاه، افريقيا يا اهلي. راجي علي قال افريقيا يا اهلي. هيثم عبد العزيز قال العب يا اهلاوي على الفوز دايما ناوي. عبد الله الاهلاوي قال ان شاء الله الاهلي بطل افريقيا، الله مع الاهلي. ايمان عبد الناصر قالت اهلاوي انا والفخر ليا. محمد محمود قال الثالثه شمال بتهز جبال. احمد ابو النجا قال انصرنا يا الله. محمود عبد الحفيظ قال نرجو من الجماهير الاهلاويه ان يهتفون هتاف حضاري حتى يعطوا مظهر جميل في الملعب والمسانده للفريق فقط لتخطي به ووصوله للنهائي وفوزه بالبطوله ان شاء الله. غاده عبد الرؤوف اهلاوي انا والفخر ليا. احمد حماده العب برجوله متعه الكوره، افريقيا الكبار وانت الاسطوره. احمد حجازي قال العب يا اهلي، افريقيا يا اهلي، وتعالى تعالى تعالى نكسب افريقيا يا رب ان شاء الله. نروح تويتر نشوف. عبد الله قال اهلاوي انا والفخر ليا. خالد احمد قال حارب على البطوله بروح الابطال. عصام قال جمهوره ده حماه على الحلوه والمره معاه. احمد زيكا قال 11 راجل في الملعب 90 دقيقه على المكسب. احمد المرسي عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره بيفرحني. فاتن عبده قالت يا ريت كل الجمهور اللي هيروح الاستاد يكون هيشجع الفريق وبس بدون اي سب لاي حد، ما فيش حد اصلا يستاهل ان جمهور الاهلي تطلع منه كلمه وحشه علشانه، الاهلي وكفى. احمد عادل قال حارب على بطوله بروح الابطال، متعه الكوره، افريقيا الكبار وانت الاسطوره. اكرم محمود الاميره بتناديكوا، التاسعه الله يخليكوا. احمد صالح تعالى 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 نكسب افريقيا، تعالى 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 نكسب افريقيا. فتحي ابو اسماعيل قال جنوني هيفضل حتى مني حته مني والاهلي هيفضل للدوام. حسن عبد الكريم قال العب برجوله متعه الكوره، افريقيا للرجال. محمد جمال قال التاسعه يا ابطال. نروح على انستجرام. علي نور قال التالتة شمال بتهز جبال وأنا بشجع الأهلي من السودان. مريم قالت عايزين شوية رجولة بنلعب على البطولة. طبعا يعني جمهور النادي الأهلي أكيد عارف أهمية هذه المباراة وكله بيتمنى إن شاء الله فوز النادي الأهلي، لكن جمهور النادي الأهلي أكيد عنصر مهم جدا في المباراة وحضوره، و 10,000 تقريبا هيكون إن شاء الله متواجدين في المباراة. حابب تقول إيه لجمهور النادي الأهلي قبل مباراة مهمة زي دي؟ يعني عايز اقول ان عايزين نطوي صفحه حريه كوناكري، خلاص انتهت بكواليسها خلاص. يعني لو كان في رساله حبيت توصلوها، الرساله وصلت بغض النظر، بنرفض ان الرساله توصل بهذه الطريقه، كنا بنرفضها جدا لان الرساله اصلا بالظبط كانت موجوده وكانت معروفه وما كانش فيه لازم ان احنا توصل بالشكل ده. عايز اقول لكم الاتحاد الافريقي بيقدر النادي الاهلي جدا جدا جدا، ومش عايز اقول ان، لكن قيمه النادي الاهلي بتظهر في الاتحاد الافريقي بشكل كبير جدا. يعني الاتحاد الافريقي بيعظم من قيمه النادي الاهلي، ما بيحاولش دايما ان هو
حتى في عقوباته، حتى في عقوبات مع النادي الاهلي بيكون دايما بيراعي تاريخ النادي وسلوك النادي وماضي النادي وكده، فبتكون عقوباته يعني العقوبه دي اعتقد انها عقوبه مخففه. يعني انا شايف ان يعني كان لو كان في نادي اخر كان ممكن العقوبات تغلظ. شايف ان طبيعي يوقع النادي الاهلي عقوبه؟ اه طبعا طبعا. وخلي بالكم كمان المراقب المباراه الجايه في مباراه الاهلي و لا سوداني مد شمس الدين يعني فاهم اللغه، يعني فاهم اللغه طبعا، وراجل تقريبا عايش في مصر طول عمره تقريبا. فبلاش التفاديه، خلاص رسالتكم وصلت. برضو بقول بغض النظر عن طريقه فحوى الرساله او ان الرساله كانت مرفوضه، لكن الطريقه طبعا دايما، لكن خلاص احنا دلوقتي مرحله جديده، احرصوا على النادي الاهلي اكتر من كده شويه، دعموا النادي الاهلي عشان يلعب مباراه نهائيه على ارضه ويلعب السوبر باذن الله، يكسب بطوله نلعب بصوره ارضيه. ما تحرموش النادي الاهلي، ما تحرموش نفسكم من متعه ان احنا نلعب نهائي على ارضنا، ان لا قدر الله لو حصل اي حاجه ثانيه ممكن الاتحاد الافريقي ياخد عقوبات جديده اكيد، واحنا عايزين نلعب على ارضنا، لان وجود النادي الاهلي يلعب باذن الله، يلعب ذهاب النهائي في افريقيا باذن الله على ارضه، ده شيء مهم جدا في وجود جمهور، وان شاء الله يكون العدد اكبر من كده بكتير ان شاء الله يكون. والمباريات دي برضه يا استاذ علاء يعني تحتاج من الجمهور انه يركز مع اللاعبين في الملعب، يعني اللاعب دلوقتي لما يسمع هتافات عن حد معين لا يعني هو عايز اللي يشجعه، عايز اللي يشجعه عشان ان شاء الله دايما يعني شوف جمهور الاهلي بمساندته الرهيبه دي. لكن دايما دايما انا بقرا ان جمهور شمال افريقيا هو الاكثر ذكاء في مؤازره فريقه. جمهور شمال افريقيا امير، وانت طبعا اكيد رحت كتير جدا، عينيهم على الملعب دايما يعني، وتاثيرهم الحماسي وازاي ممكن ياثروا على الفريق المنافس بهتافاتهم او حتى بالزوم بتاعهم يعني، وعلى الحكم وبتشوف ازاي على التحكيم يعني. لكن احنا ممكن جمهورنا مثالي وبيشجع بطريقه ايجابيه وبيشجع على طول، لكن اقصد ان انا بتمنى من جمهور الاهلي ان هو يتابع المباراه شويه، لانه لما يتابع المباراه شويه ممكن يزوم، يعني مثلا لو شاف ان الحكم مش فير في قراراته، ضغط جمهور النادي الاهلي بيخلي الحكم يفوق يعرف ان هو غلط مره واثنين وثلاثه يعني، ودي شفناها في كتير جدا دول كتير. بنشوف ازاي لما الفرقه المنافس بتوصل خط الوسط، يعني بتوصل نص ملعب الفرقه بتاعتهم، ازاي بيزوموا عشان يوتروا اعصاب اللعيبه الثانيه، ازاي انت لما بتهاجم بيكونوا دعم ليك. انا اتمنى من جمهور النادي الاهلي بجد يعني، انتوا رائعين وانتوا بتشجعوا النادي الاهلي بشكل حماسي يعني يعني بطريقه بتخلينا كلنا بنقشعر يعني، واحد بالظبط طبعا. لكن انا اقصد ان خلي عليكم على الملعب دايما، خلوا هتافاتكم مرتبطه بالاداء ومرتبطه بسيناريو المباراه نفسها وبسدد الفريق دي اتمناها. انا يعني دايما بقرا ان جمهور شمال افريقيا هو الجمهور الاكثر تاثيرا اثناء المباراه نفسها، انه فعلا اذا كان بيقول ان الحكام بتجامل اصحاب الارض في بطوله افريقيا، فانا بعتقد ان الجمهور بيكون عامل اساسي بالضغط على التحكيم. انا حضرت ماتشين الاهلي والوداد هناك في المغرب في كازابلانكا في ملعب محمد الخامس، الماتش اللي في الدوري المجموعات وماتش النهائي. الجمهور بصراحه بتاعهم يعني بيلعب على العناصر اللي بتواجه فريقه بطريقه طبعاً قويه طبعاً جدا طبعاً بتاثر طبعاً بشكل كبير وبتدي روح كمان للفرق. يا مير الاهلي لما كان يعني بمجرد الاهلي ما يعدي خط الوسط، بمجرد ما يعدي بس خط الوسط خلاص بيعتبروا ان دي هجمه خطيره، فبالتالي بيزوموا على النادي الاهلي وبيزوموا على التحكيم. الكره لو ما اتحسبش بيحطوا الحكم تحت ضغط غير عادي بالزبط. لو ضرب ركنيه بس ما اتحسبتش. احنا اللي بنشجع لكن حتى في افريقيا ابتدوا يعملوها يعني، شفنا الحكم التونسي السريري اللي حكم مباراه الاهلي وحريق النكر هناك. الحكم ده انا بعتبره ده بطل، لانه اتحمل ضغط غير عادي من جمهور غينيا الشوط الثاني كله تقريبا، الحكم بيسب وبيتشتم وعليه ضغط غير عادي طوال المباراه، ورغم ذلك انت عارف الشوط الثاني كانوا بيطالبوا باكثر من ضربه جزاء، كانوا بيطالبوا باخطاء، ورغم ذلك كان صامد، لكن الجمهور بتاعهم عمل ضغط لدرجه ان الشوط الاولاني كان فير جدا جدا جدا، في الشوط الثاني ابتدى لا الالتحام كان شويه ما كانش بيحسب كل الالتحام ضد النادي على لصالح النادي الاهلي، كان بيفوت شويه بيجامل الفريق صعب الارض شويه، لكن ما وصلش الحمد لله ضربات الجزاء اللي هم كانوا بيطالبوا بيها. لكن اقصد ان احنا اتمنى من جمهورنا يكون تركيزه عينيه على الملعب بالظبط، وهتافاته مرتبطه بالنتيجه مش مرتبطه ان هم موجودين في الملعب، لا انتوا اهتفوا على حسب السيناريو النتيجه، شوفوا الحكم وشوفوا الوقت اللي ممكن تضغطوا فيه على الحكم، شوفوا الوقت اللي تضغطوا فيه على الفريق المنافس، ازاي تقدروا تترعبوا الفريق المنافس بمجرد ما يتغرق ويهدد مرمى النادي. دي رساله مهمه جدا للجمهور، واكيد من غير خروج عن النص، لكن طبعا الاهم دايما الاهم ان النادي ان شاء الله النادي الاهلي يوصل للنهائي. احنا خلاص
في مرحله مهمه جدا في البطوله قبل نهائي دوري ابطال افريقيا. مهم جدا ان شاء الله النادي الاهلي بعد ما وصل للمرحله دي انه يكمل، محتاج دعم كامل جدا من جمهور النادي الاهلي في اطار الملعب بس، في اطار الفريق، في اطار الكوره، وده شيء مهم جدا. النادي الاهلي عنده العديد والعديد من البطولات، عايزين نزودها ان شاء الله من خلال هذه البطوله. اكيد استاذ علي. طيب اخيرا توقعاتك للمباراه الاولى بالذات بعد بكره. لا ان شاء الله انا متفائل جدا جدا، ان شاء الله باذن الله يكون فرق اثنين للنادي الاهلي باذن الله. فرق اثنين للنادي الاهلي ان شاء الله باذن بس الله. بس المهم ان احنا ما نستقبلش جول. لا ان شاء الله، لا انا بقول لك فرق اثنين، يعني فرق اثنين ممكن تبقى 3-1. لا 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 ان شاء الله تكون خلاص 2-0 باذن الله. لا ان شاء الله يعني 2-0، واعتقد ان شاء الله لو الاهلي فاز بالنتيجه دي نقدر باذن الله، باذن الله نبارك للاهلي ان شاء الله باذن الله تاهل ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. استاذ علاء بشكرك شكرا جزيلا، نورتني النهارده. ربنا يخليك. طبعا كان معانا استاذ علاء عزة الناقد الرياضي الكبير، واتكلمنا في العديد من الامور اللي بتخص الكره المصريه بشكل عام، وبالتحديد كمان النادي الاهلي واللي عنده مباراه هامه جدا بعد غد ان شاء الله امام فريق افاق سطيف الجزائري في ذهاب دور قبل نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. في النهايه اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. دي كانت حلقتنا النهارده، استنونا وحلقه جديده ان شاء الله غدا من برنامج كلام في الميديا. الى اللقاء.